واللوز. تعالي يا فراش عندي هنا هتتبسطي. تلعب تاني ولا تنزل؟ نلعب تاني، يلا نلعب اللي يعجبك. لا يا حبيبي تحت أمرك. الله يخليك. بتحب عبد الحليم يا عندليب؟ لا هو الاغاني القديمه كلها، يمكن انت قريب من سني، احنا طلعنا بقينا نسمع الاغاني دي، ام كلثوم، نجاة، عبد الحليم، ورده، كل دول انا بحب اغني لهم يعني، بس الاقرب لشخصيتي انا وشكلي هو عبد الحليم. ايوه وانا لما حبيت اعمل اطلع لايف مش ما حبيتش الموضوع اللي هي التحديات والكلام ده ولخبطه الوش، مش حاببها يعني. يعني انا كنتش هطلع اتكلم مع حد زيك كده كلام عادي، ما بعرفش انا العب تحديات ده. فقلت اطلع اعمل ايه، لازم اعمل حاجه مختلفه، زي ما انت لما طلعت كده عملت بس حاجه مختلفه. عبد الحليم كان رفض نوع، كان مش رفض مشكله نوع، يعني، انا مش كان انا رفض بقدم نوع حاله، بس وعنده بالهارسيا، وأم كلثوم كانت تخينة. انا بقى بعمل حاله، مش لازم ابقى شبهه بالظبط، ما فيش حد شبه حد بالظبط، انا بقدم حاله بتفكرنا بالزمن الجميل، بأيام الزمن الجميل، لا أكتر ولا أقل. هما أيوه بقى فاكريني بقى اللي أنا هطلع عايز أبقى مطرب، مطرب إيه في السن ده يا جدعان؟ يعني هروح أشتغل في مسرح مصر ولا ده اللي جاي مش قد اللي رايح يعني. اهلين زيزي اهلين. إحنا بنتسلى. ايوه صحيح. بنتسلى، هو ده تطبيق اسمه تطبيق ترفيهي. اللي بيخش يقعد فيه عايز يضحك، عايز يتسلى، عايز يهرج، مش عايز يكتئب. اللي يخش بيقول لك صلي، روح الجامع، روح، مش انت مالك يا عم بيا، انا حر، ربنا ده حاسبنا حاسبك، هيحاسبك انت بيا ولا حاسبني انا لوحدي؟ فالناس مختله عقليا، والله بحس انهم مختلين عقليا. لعب حليم ما يتعوضش، ما طبعا يتعوضش ابدا. لا، بس انا احساسي تخطى احساس عبد الحليم بمراحل. ايوه بيقول لك البنات كانت بتنتحر لما عبد الحليم مات يا عندليب، ايوه، واحده رمت نفسها من فوق عماره. من فوق العماره رمت نفسها. يا كمان ما شفتش كاظم كان بيعملوا فيها اول ما بيطلع يغني، حد فوق الدبابين بالدبابين، ويطلعوا يبصوا النسوان، ايوه وهو مؤدب ومحترم جدا، كان انا يتكسف. شفت، وشفت مشهد برضو زمان لاميتاب باتشان لما جه مصر قبل كده، البنات قابلوه على المطار بقى كلوه. ينزلوا تحت رجليه يبوسوا في رجليه كده. ايوه، لان البنات والستات مرهفين الحس، ايوه مرهفين. بيتعاملوا بحسهم مش بيتعاملوا بعقلهم. يعني لو هيتعامل لو تتعامل بعقلها مش هتعمل حركه زي دي. لا لا هم يستاهلوا، لا هم يستاهلوا هي بصراحة. بتتعامل بقلبها لا بطوبها. هم يستاهلوا بصراحة. ايوه صفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة وجفيني مرة، لما نكون ناوي تجفي قولي، وإن كان عليك اللوم ده رضاك، يا روحي يا روحي على عين، وأنا بخاطري بخاطري أكون مظلوم، وإن عتبتك يبقى ايوه يا زيزي، انسى، ايوه يا زيزي، انت خدت حظر يا زيزي عشان يبقى شتمتيني يا زيزي، هو خدت حظر انسى. يا زيزي عشان شتمتيني. ايوه انت اتحذرت عشان شتمتيني. ايوه يا زيزي. طب بتشتمك ليه؟ انت طالع ما بتقولش حاجة غلطة، هي تشتمك ليه بقى؟ انت خدت حظر يا زيزي عشان شتمتيني.
ده انت كتمتين شتيمة فشخ. ما انت خدت حذر، امال ايه؟ عشان تشتم كويس، والمرة اللي جاية حسابك هيتقفل، حسابك هيتقفل خالص يا زيزي. ده انت كنت بتنقي شتيمة، بتشتمي من المنقية. هتلاقيها مش متربية فيها عمرية ايه يعني. جالنا تحذير احنا كمان، فيها عمرية ايه واحنا صغيرين؟ جالي تحذير. ها، ده الاحتياطي. اها، الحساب الكبير اتقفل. ايوه، حسابك الاحتياط، ما هو الكبير اتقفل. ايوه، اخر مره لما اشتمتني فيها. ايوه، شفت بقى الشتيمه نفعتك بايه؟ ها؟ الشتيمه نفعتك بايه؟ نفعتك بايه يا زيزي الشتيمه؟ ها؟ إلهي يجي لك يوم وترغولي تحت عب حليقة، تحت عندليبه يا زيزي. إلهي يجي لك يوم وترغولي تحتيه عشان تشتمي كويس. أيوة، ده ذنبي، ده ذنبي. يا رب اللي تشتمني، يا رب البنت اللي تشتمني يجي لها يوم وترقد تحت عندليبه. البنت اللي خدي بالك، انا دعوتي مستجابة، خدوا بالكم انا دعوتي مستجابة. البنت اللي تفكر تشتمني يجي لها يوم وترقد تحت عندليبه. ايوه، خدي بالك، والله انا دعوتي مستجابة. وبالذات زيزي ده ايه؟ وبالذات زيزي. حسابك الو، الكبير راح، حسابك الكبير راح، مش كده؟ ده انت اللي حسابك عندي عصير، اقسم بالله. حساب الكبير ايه؟ انت ولا عامل لي فولو على الحساب الاساسي من الاكونت الاحتياطي بتاعك، ولا عامل لي فولو انا على الاكونت الاحتياطي بتاعي، فكنتش عارفه اوصل لك اصلا. الحساب الكبير اللي كنت بلعب معاكي منه اخر مرة اتحذر، مش كده؟ لا يا حبيبي، مقفول لحد بكره، ريح. ما انت حسابك الكبير انت كمان مقفول. ايوه، بس انت كنت بتشتمي، خدي بالك، وهيتقفل في يوم من استاذ الايام خالص. ها؟ استاذ مش هيتقفل، مالكش انت ده هيتقفل؟ انت اسكندراني؟ خل إلهي يا رب لو شتمتني تاني يجي لك يوم وترقدي تحت ان عندليبه. شاء الله انت اللي ترقد تحت عندليبو ده، انا هخلي عندليبو يدقك من كل الاتجاهات، امين، اقسم عشان بالله. تشتمي. ايوه، عشان تشتمي كويس. ده انا هشتمك، ده انا مش هبطل شتيمه، اقسم. ده انا هشتمك زياده، خساره فيك الاكونت. بعد ما نزلت من عندك لقيت جالي تم انتهاء بس زيزي لانتهاك ال ده انا همتهكك، اصبر بس. جنبي، يلا اقفلي ده كمان. ها، اقفلي كمان.
ما تقلقش ما تقلقش، خسارة فيك عادي، مش خسارة فيك، حظر يوم. اه وانت اللي بتقعد تستفزني، اعمل ماشي،